السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أتمنى يا ربي تكونوا خير. أهلا بكم، أحمد صالح، وبلقاء جديد في مهارات صناعة المحتوى في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم رح نتعلم مهارة كيفية إعطاء إيحاء الحركة ثلاثية الأبعاد للتكست أو للنص بالعموم. فخلنا نبدأ على طول حتى ما نطول عليكم بكتير اللقاء، وانتم بتعرفوا الوصية كالمعتاد، وانتم أهل لهذه الوصية، ضغط مفتاح اللايك، أنا على أساس بدي ما أقولها، وترك التعليق وتعمل اشتراك إذا كنت ضيف جديد، نتشرف فيك. على العموم، بعد ما شغلنا برنامج مايكروسوفت باوربوينت راح أنكر باليمين وبتوجه إلى اللي أوت وبنختار شريحة فارغة. راح أنكر باليمين بتوجه إلى فورمات باك جراوند وبنختار تعبئة بصورة أو بشكل نسيجي، وبنختار إنسيرت لحتى نبدأ بتحميل الصورة، ورح نختار ستوك إيميجز من خلال الانترنت والمكتبة اللي بيزودني فيها برنامج مايكروسوفت باوربوينت للصوريات المجانية. فخلنا نبحث على صورة تكون معنا مناسبة اليوم. نختار أي صورة، وليكن عندي مثلا هاي الصورة، وأنقر على مفتاح إنسيرت لتعبئة الصورة بخلفية الشريحة. أصدقائي، رح نشتغل اليوم بنوع خط جميل للغاية، رح يكون رابط التحميل لهذا الخط هو موجود بوصف هذا الفيديو اللي بيخدمني بأكثر من نمط لنفس العائلة الخطية وليست اللونية. يعني أن هذا الخط هو اللاتو، موجود فيه مثلا مثل ما أنا شايفين الخط الرفيع والبولد أكثر وأكثر، تمام، إلى ما هنالك فيه أكثر من حالة للحروف. اللي بيحب يشتغل باللغة الإنجليزية واللي بيحب يشتغل بالعربية يحاول يبحث عن خطوط يكون فيها أكثر من حالة، يعني يكون في عندي بولد، ويكون في عندي يعني أسود عريض، ويكون عندي الخط الرفيع مثل ما أنا شايفين. على العموم، هذا الخط مقدم من جوجل فونت، هو خط مجاني، بإمكانكم تحمل العائلة كاملة بالنقر فقط على هذا المفتاح، وبتقوم بتثبيت الخط ومن ثم تشغيل برنامج الباوربوينت والبدء بالعمل. رح نرجع إلى برنامج باوربوينت، منتوجه إلى قائمة الانسيرت يلي هي الإدراج، ومن وورد آرت منختار أحد الأشكال، خلني أختار هذا الشكل وليكن، ونبدأ بكتابة النص المراد، ضبط تأثير تنسيق ثلاثي الأبعاد أو حركة ثلاثية الأبعاد بدون ما يكون في عندي أساسا شيء من العمل 3D أو قوالب وكذا، هو عبارة عن إيحاء بصري وخدعة بصرية فقط لا غير، بالاستناد على عائلة من عوائل الخطوط. خلني أبدأ بكتابة اسمي على سبيل المثال، ماني حافظ غيره يعني. أكتب أحمد صالح، تمام، بهذا الشكل. رح حدد المربع كامل وبتوجه إلى قائمة الهوم، ورح نبحث عن نوع الخط يلي قلنا هو عبارة عن لاتو، تمام. ولو نفتح القائمة هو رح يوجهني إلى الخطوط الخاصة في بداية كلمة لاتو مثل ما أنا شايفين. نحن رح نستخدم نوعين، البلانك هذا العريض، وعندي اللايت هذا الرفيع، تمام. طيب خلني أختار للنمط الخلفي نختار لاتو بلاك. طيب كلام جميل جدا لحد الآن. تحب تغير الخلفية للون آخر، أنت ما عندك أي مشكلة بهذا الموضوع، يعني الشيء اللي بيناسبك. خلنا نكبر شوي عشان يكون الموضوع جدا واضح لألكم وبسيط للغاية، تمام. الآن بدي أرجع إلى إدراج إنسيرت شكل وورد آرت وأكتب الأحرف الجديدة، أو أنك تضغط على كنترول زائد دي وتعمل تكرار لمربع النص كامل أو شكل وورد آرت كامل. ونحن محددين على الحواف، بتوجه إلى قائمة الهوم وإلى نوع الخط، رح أستبدل لاتو بلاك بلاتو لايت فقط لا غير، هذه اللايت، وأعطي إنتر فتحول معي الخط إلى هذا النوع. الآن بضبط أي لون أنت محتاجه، وليكن خلني أختار بنفس العائلة اللونية هذا اللون وليكن، وإذا كان في له ظل يفضل أنك تنتبه على هذه الحتة وبلغي الظل لألوم، بلغي الظل خالص يعني، تمام. وببدأ بتركيب الخط. منلاحظ أنه في عندي مشكلة، يعني لو جيت أركب الأحرف فوق بعض البعض فالأمر ما رح يساعدني، لهيك أنت هون رح تتعذب شوي بأنك تعمل لكل حرف لكل حرف، تمام، فقط لغير لكل حرف، نعمل له صندوق يعني مربع صغير وبسحبه على هذا المكان ونعمل هذا التطابق مثل ما أنا شايفين بالضبط. بإمكانك تنقر الحواف، تستخدم الأسهم لحتى تضبط النص بالعموم. كنترول زائد ديم وبسحب على هون وبكتب الأتش، هو حرف صغير، بكتب الأتش، تمام. أيضا بنقر على الحواف، تمام، وبضبط الموضع بالشكل يلي بيناسبني تماما،
تمام، وليكن معاي مثلا بهذا الشكل، وبكرر العملية على كل الأحرف. راح أكمل وارجع لكم. الآن يا أصدقائي، بعد ما انتهينا بتركيب الأحرف فوق بعضها البعض مثل ما شايفين بالضبط، بدي أحدد النص يلي بالخلفية. النص يلي بالخلفية خلني أختار له لون آخر عشان يضح لكم أكثر، وليكن معي مثلا هذا اللون. طبعا بإمكانكم تختاروا أي شيء يعني من عائلة الألوان الموجودة هون، أو أنك تختار نظام لوني كامل من خلال قائمة الديزاينج وتغير التدرجات اللونية، تختار أي شيء يعجبك. وليكن عندي على سبيل المثال هاي العائلة، تمام، وبختار له يعني لون خط ربما يكون مناسب أكثر ضمن هذه العائلة، وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون. الآن بعد ما انتهينا موضوع التصميم، رح نبدأ في الانيميشن يلي رح تعطي الخدعة البصرية بإيماء الحركة ثلاثية الأبعاد. برجع بركز مرة تانية، نحدد التكست بالخلفية وليس الأحرف، التكست يلي أو النص يلي بالخلفية. بتوجه إلى قائمة الانيميشن ومفعل البن الخاص بخصائص الحركة، وبجي بضيف حركة اللي هي عبارة عن لاين، وبختار يعني اتجاه يمين أو يسار حسب اللغة اللي أنت عم تشتغل عليها. خلني أختار ليفت على سبيل المثال، أو رايت نفس الموضوع ما رح يختلف معك كتير يمين أو يسار، لكن كون لغة إنجليزية بفضل حركته إلى اليسار. رح أجي إلى نقطة النهاية مثل ما أنا شايفين، بضغط وبحرك إلى اليمين لحتى أنا أقصر من هذا المسار الحركة، بحيث أنه الحرف لاحظ هون لما يطلع حتى فقط لا غير أنا محتاج الحركة، يطلع حتى فقط لا غير، تمام. خلنا نعيده مرة تانية، تمام، متمنى شايفين، تمام، يعني هذا النص رح يتحرك بهذا القدر من المسافة. طبعا المسافة لازالت كبيرة. لاحظوا معي أمر أن البرنامج يعطيني إشارات السناب، تمام، عشان يكون في مسار يعني موحد لي إيش للرسمة، ما يكون فيها ميول للأسفل أو الأعلى. هذا الموضوع بيساعدنا كتير. بإمكانك تضغط مفتاح الكنترول وتحرك بالسكرول الماوس، يعني تعمل زوم وبطلع للأعلى شوي، تمام، هذه هي الحركة أو هذا هو مسار الحركة. ونبدأ على متمهنا نعمل التطابق أو التداخل، يعني السرعة البسيطة أنا محتاجة، تمام، فقط لا غير. يعني برجع بقصر كمان شوي من المسار، لاحظ هذا هو الحرفين مركبات فوق بعضهم البعض، أنا بدي أحركه للخارج شوي فقط لا غير، للخارج شوي، تمام. الآن بس يلي انتهيت، تمام، بجي إلى الحركة الموجودة عندي في البدن الخاص بجزء الحركة، بعمل نقر مزدوج أو أنك تنقر باليمين، تتوجه إلى Effect Options، تمام. طيب عندي أول شيء عكس تلقائي مشان يكون في عندي رجوع ذهاب وعودة. موضوع البدء المتجانس والانتهاء المتجانس أو اللي بيكون في عندي تباطؤ وتسارع في البداية والنهاية لمسار الحركة بتركه مثل ما أني عشان يعطيني انطباع جميل وشيء من النعومة في الحركة. بتوجه إلى التبويب الثاني هو التوقيت، وبجعل له تكرار حتى نهاية الشريحة وبعطي أوكي. الآن نحن لما رح نشغل شريحتنا رح أضغط وخلي عيونكم على الشاشة، رح نشوف حركة جميلة جدا 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 مثل ما أنا شايفين، تعطي إيحاء للثري دي، تعطي إيحاء يعني خدعة الظل للأحرف تكون ثلاثية الأبعاد بتأثير جدا بسيط، عبارة عن نوع خط إني أركبه فوق بعضه البعض يعطيني إيحاء ثلاثي الأبعاد. الفكرة جميلة والتعلم على هذه الأدوات أجمل، مو شرط توظف هذه الأدوات فقط لهذا العمل، لكن أنا بحاول بصراحة أغطي بتطبيقات عملية موضوع الإنيميشن بالعموم، وفكرة اليوم كانت النص. أتمنى يا رب يكون بهذا اللقاء قدمت لكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم. لا تنسوني من التفاعل والدعم والدعاء. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.